واقدر اقول في النهايه يعني انا الموضوع محيرني بصراحه النهارده، بس كل الرجاله اللي بعتن لنا عشان الحلقه دي تطلع للنور كده زي النهارده، افهم نفسك الاول عشان ما تظلمش ولاد الناس. مفيش ست مش مفهوم، لكن انت لو حبيتها من قلبك وعملت مجهود عشان تفهمها وعملت مجهود اكتر عشان تساعدها، السعاده قرار. انا واخد قرار ان انا هبقى سعيد واسعد اللي معايا. فلو انت عملت المجهود ده عمرك ما هتشتكي من الست اللي معاك، عمرك ما هتلاقي بنت بتعيط ومقهوره من واحد جرحها لانه ما حبهاش، هو جرحها عشان هو كان بيلعب بيها. فيعني ما كناش هنشوف كل القهر والظلم ده. لكن يا ريت، والستات زي الرجاله، لو انت داخله علاقه مش فاهمه احتياجاتك ورغباتك كلها في الراجل ده، يبقى تدخلش العلاقه دي احسن. لو انت داخله ارتباط عشان فرحانه بشويه سوشيال ميديا عشان تتصوري وتاخدي صوره وانت بتعملي ميك اب وانت بترقصي في الفرح و و و، يبقى ما تتجوزيش احسن، لان انت هتنفصلي شهر شهرين ومش هتكملي. فالبنات زي الشباب، انا مش مع دول ضد دول. افهمي نفسك ورغباتك واحتياجاتك قبل ما تدخلي علاقه، وانت نفس الحكايه. ويا جماعه الحياه كلها متغيرات، انا مش باخد حاجه جماد، ده بني ادم، بني آدم بيتغير، بيحب وبيكره وبيغضب وبيضحك وبيعيط، يعني كل ده تغيرات. نفهم بعض الحياة تبقى أحلى. ماشي يا رجالة؟